الوضعية تاع الفريق ما راهيش تبشر بالخير كامل، ومع هذه الإدارة ومع هذو اللاعبين راني نشوف فيها باللي راهي رايحة للهوات وحيهبطوا الياسين بي للهوات. اتحاد البوليدة فريق كبير تأسس 32 كبير بزاف، ماشي تا يجوا هذو ما يلعبوا به. العام اللي فاتو حنا من بريمير ديفيزيون دوزيام ديفيزيون، دوك حنزيدوا نطيحوا للهوات. أنا نطلب من السلطات المحلية كامل كيما راهم إن شاء الله يتدخلوا، يجي الوالي يتدخل في الفريق. كدايا في انا اكسبتينا لا ديفا تاع 4 بوحده وهدرنا معاهم وكدايا وقال لك يا ودي حنا رجال ونجيب لكم بارتي هذه تاع شلف، ماشي مشكل. اليوم بانت الحقيقه، الوضعيه راهي مال اسوء الى الاسوء. واش نجمو نقولوا؟ حنا كاينه حاجه، حنا كانصار كل واحد والراي تاعو من حقه. انا نهضر على الراي الشخصي تاعي، لازم تتنحى كاع مجلس اداره اتحاد البوليده. شي حنا اللجنه تاعنا لجنه الانصار عين فركته، ومي بالك الانصار لجنه مفركته وين حتى 25 بلديه. كي تكونوا انتوما مثل ايمان والمحيط يكون شباب وتاع بالون، حنا ماذا بينا الناس تاع الرياضه، عندنا لي زونسيان جوار، حنا نحبوا الناس تاع الرياضه في البوليده، خاش بوليده فريق رياضي ماشي فريق تاع كاراتي وجيدوكا وكذايا. اللي ما عندوش كذا منا يروح يزغط. السلام عليكم. وضعي واش نقول خويا، الوضع راهي كارثه، غير من 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 الاسوء الاسوء، غير زيد تدهور، غير زيد تروح. دوك انت كيفاه ما فهمتش انايا، دوك هي اللي خزراني معوجه من الفوق، ما نحصلش لي جوار معهم كل حاجه نحصلنا في الجوله السابعه. راح نداركوا الامور وان شاء الله راح نجيبوا ان شاء الله مدرب اللي يليق بفريق كما فريق اتحاد البليده ان شاء الله، وراح نشوفوا الامر هذا ونشوفوهم كل جوانب من ناحيه الماليه ان شاء الله. راه جانا ان كرون سبونسور سنينا معاه ان شاء الله. لي بروبليم تاع فريق اتحاد البليده راح نحلوهم ان شاء الله.